البداية تنتمناو باش هذا الوباء يتحيد باسكو المهنة ديال الممول اللي كنمارسو كلات العصاب بزاف من يوم فاش تحبسات اللي بالضبط 9 مارس الى يومنا هذا ما كان لا اكزرسيس لا حاجة اوكين اكتيفيتي نو كويزين سون ديزيرتي واقفين وقفة تامة كنا حبسنا في واحد الايام الشهرين الاولانيه اللي كان لو كونفينمون اون في ان ابيل ا تو لي سيتويان ماروكان باش حتى هما يحترموا لو كونفينمون وهاد الفيدراليه ديالنا كانت من الاوائل الناس اللي طالبوا باش الشعب المغربي يتكونفينا كوم باش ما هاد الوباء ما يتنشرش من بعد ما تطلقاتش لاكتيفيتي بدينا تنعيطوا لواحد بعض الخدامه ديالنا باش انا تنهضر دابا على لو تريتور ديالي انا باش حيت الا هضرت على النفس ديالي راه بحال تنهضروا على لي تريتور المغرب حيت كلهم داروا هاد لي سيسي هادو خدمنا على الابتكارات باش نشوفوا ندخلوا دي كويزين جديده باش نقول قلنا هاد لا بيريود هادي حنا حابسين فيها ما كاينش الخدمه فيها اللهم نديروا بحال كي تيديروا الاوروبيين وتيديروا هذاك تيديروا واحد اون بيريود دو دينوفاسيون اي دو كرياسيون ديال في لاكتيفيتي ديالهم دخلنا اللي عيطنا لي شيف بدلنا درنا هذا وقلنا هذا الشيء راه ما غادي يحد وغادي يحبس ولكن هذا الشيء بقى مستمر الى يومنا هذا حنا من الاوائل اللي عانينا بهذا الوباء وحنا دابا اللي حد الان الوحيد اللي مازال محبوسين علينا باش نخدموا يعني تنقول محبوسين علينا سي تادير كو با داكتيفيتي زيرو ديغام دو شيفر دافير اجندا زيرو نو نافون با اون فيزيون على شنو عندنا في المستقبل ودابا حاليا كيف قال السيد لو شيف دو غوفيرنمون اللي قال لك ما كاين لا حفلات ما كاين لا كنازات ما كاين حتى وهذه هي خدمتنا حنا اذا السيد الوزير الاول حبس لنا لاكتيفيتي ديالنا حنا ماشي ضد تحبس حيت حنا حتى حنا ما بغيناش الوباء يتنشر حنا نحبسوه ولكن الى دي كونسيكونس اللي خصنا حتى حنا ما نضروش فيها كاين الخدامه ديالنا اول بروبليم اللي عندنا هو الخدام ديالنا كاين اللي عنده 50 خدام كاين اللي عنده 60 كاين اللي عنده 100 صبحوا عنده تيديروا له الفوضى انا جا عندي غير البارح هو البارح جا عندي واحد من الخدامه ديالي اللي مسكين حتى مقهور عنده 3 ولا 4 ديال الدراري ما بقات عنده هذا كان داك الدعم بعدا مصبر لينا شي شويه مصبر لينا شي شويه الناس ديالنا داك ديال 2000 درهم هذا الدعم هذا تعطى للمالين توريزم وعلاش اللي ما يتعطاش للمالين لي تريتور علاش اللي ما يتعطاش للمالين لي تريتور لي تريتور خدامين لي تريتور ما خداميش اذا جا عندي قال لي كيفاش غادي نعيش انا قال لي السي بن سعيد صور انا دابا عندي 3 دراري عندي مراه ما خداماش انا ما خدامش قاعد معاهم تنشوف فيهم يشوفوا فيا قال لي الحبس انا احسن لي الحبس نمشي ناكل فيه انا ما لقيتش دابا ما ناكل اذا هذا لو ميساج اللي قال لي واحد راه غادي يقولوا كاع الخدامه دابا اللي غادي يبداو ينشروه تنطلبوا دابا الله يرحم لكم الوالدين من الوزير الاول اللي عطى هذا القرار ديال 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 نحبسوا لاكتيفيتي ديال 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 الحفلات اللي هي خدمتنا اذا تنطلبوا منه يعطي الدعم ديال يكمل لنا الدعم ديال 2000 درهم العمال ديالنا حتى نهار نطلقوا لنا السراح ديالنا جو بونس كو منين يتطلق السراح ديالنا ما نحتاجوش داك ال 2000 درهم وكاين طلبات اخرى اللي كاع لي زاكتيفيتي خدامين لي زوتيل خدامين القهاوي خدامين كلشي خدامين والتريتور علاش اللي ما يخدمش حنا ما تنطلبوش نخدموا 300 ديال الطبالي ولا 100 طبله ولا 50 طبله تنطلبوا ان ماكسيموم دو 10 طبالي 10 طبالي ما فيها حتى حاجه حنا نو سون بري نديروا مخطط ديال ليجين مخطط ديال لا سيكوريتي مخطط ديال التباعد وغادي نحترموه ونمشيو عليه دونك هذا من الطلبات ديالنا والطلب الثالث وهو الدعم للمقاولات الصغرى اللي كتعاني بصمت وما حتى حد ما مساكن ما قدر يهضر الدعم ويكون واحد الدعم من الدوله حيت لو كريدي اللي دار دابا حاليا
كاين اللي استفد منه وكاين اللي ما استفدش منه. اللي استفد منه راه كلا العصا. اللي استفد منه صراحه كلا العصا، حيت ها هو كلا داك الشيء خلص لي فورنيسور ديالو. ها هو بقى ليه دابا واحد لي لو كريدي على ظهرو، كي غادي يخلصو ما كايناش اون فيزيون دو طرافاي. الوغ الطلب ديالنا غادي يكون توجه للسيد رئيس الحكومه، الطلب ديالنا غادي يكون موجه للسيد رئيس الحكومه. الله يرحم ليك الوالدين السيد رئيس الحكومه، الا ما شوف واحد الشوفه لهاد لي تريتو غادو، هاد لي تريتو غادو الخدامه ديالهم راه قاعدين، راه خدامين. تنهضر على الخدامه ديالنا، راه حنا راه كاين لي كويزيني، كاين لي باتيسي، كاين الناس اللي تيهزو، كاين اللي تيحطو، كاين اللي في لادمينستراسيون، وكاين لي سيرفور اللي بالالوفات حتى هما راه قاعدين. كاين عاوتاني اللي عندهم ومالين الدجاج، راه ما بقاش يتباع الدجاج، راه لو بري ديالو بطمالين اللحام هبط لو بري. بوركوا؟ باسكو اني با دو فيت، حيت حنا العمل ديالنا شد بزاف ديال الخدمات اخرى. وتنطلبوا من السيد الوزير الاول يطلق لنا صراحنا، يطلق لنا صراحنا، ولو بشويه ديال الناس نخدموا ليهم باش نكونوا غير سيت اون بوي دو سوفتاج. دابا اللي تنطلبوا حنايا غير نتنفسوا شويه، ونتمناو باش يكون يتسمع لينا هذا الصوت ديالنا يتسمع لينا. وشكرا. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.